بريجيت جابرييل، حنان قهوجي، ونور سمعان، أسماء ثلاثة لامرأة واحدة تتاجر بالرعب والكراهية وبقصص خرافية من نسج خيالها عن بلدها لبنان. I as a child between 1975 and 1976 was used as a human shield in my bomb shelter. We were 9 children hiding in a bomb shelter. جابرييلا المقربة جدا إلى وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعد واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. أسست عام 2007 منظمة أكت فور أمريكا وسخرتها لمعاداة الإسلام والترويج لإسرائيل ككيان ديمقراطي يدعو إلى السلام. The Crusaders were launched to liberate Jerusalem, and they were able to liberate Jerusalem for less than 100 years before Salah al-Din al-Ayyubi, Saladin, took it back, and Jerusalem remained under Islamic control until 1967, when the State of Israel liberated Jerusalem, where Christians, Jews, and Muslims could pray under the same sky. ابنة حي القلعة في بلدة مرجعيون الحدودية التي ولدت باسم حنان عام 64 لأم وأب لبنانيين أنجباها بعد 18 سنة من الزواج، استفزت الرأي العام اللبناني في الأيام الماضية بسلسلة فيديوهات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في خلال زيارة قامت بها للأراضي المحتلة وتحديدا لسطح مقر قيادة جيش الاحتلال في تل أبيب. هل من رسالة من إسرائيل بإمكانك أن تواجهها إلى اللبنانيين؟ إسرائيل من أجمل بلد بالعالم، ما تصدقوا اللي بيقولوا لكم يا الكذابين رؤسائكم بلبنان اللي ما بيقدروكم ما بيحترموكم. وأنا تغيرت حياتي لما فتت على إسرائيل، لما تصوبت الماما سنة 1982 وصرت أعرف الإسرائيلية كيف حياتهم، كيف بعيشوا، المحبة اللي بيعطوها للعرب اللي جيرانهم. تشرفنا اليوم بلقاء سيدة بريجيت جابرييل اللي ولدت في قرية مرجعيون في جنوب لبنان تحت اسم حنان قهوجي. We are here today working together to make sure that we can protect the only democracy in the Middle East, Israel, and that we can work together to bring peace to the Middle East, not only to Israel but also to Israel's neighbors. قصدنا مرجعيون نبحث عن أثر لقهوجي أو لأهلها ونتقص حكايات طفولتها المعذبة التي روجتها في خطاباتها وكتبها، فلم نجد لأسرتها أثرا إلا في سجلات المختارين وبعض ذكريات جيران منزلها المحاذي لثكنة مرجعيون والذي ما عاد موجودا اليوم. بنت عقول كتير وصار عريس من صب أمريكا وفلت وأهل خطير وماتوا. هي لأنه تركت البلد من فترة، من حوالي شيء 27 سنة تركت البلد إلا هي، وهي كانت تشتغل بتلفزيون الشرق الأوسط هون، كان في قبل التحرير كان في تلفزيون الشرق الأوسط، وتجوزت واحد أمريكاني وهاجرت على أمريكا. من وقتها ما عادش اجت بالمرة لهون، يمكن اجت مرة واحدة باعت بيتها وفلت وما عادش اجت بالمرة لهون. وحدة عميلة عم تحكي مع ضابط إسرائيلي عميل، ما بتشرفنا، لا بتشرف مرجعيون ولا بتشرف الجنوب كلها. إذا هو مشغلينه وعم بتبيع وطنها كرمال شوية مصاري، يعني ما بتسوى حقها فرنجين. اسم حنان قهوجي مدون على اللوائح الانتخابية الجديدة لعام 2018 الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وفي حال عدم وجود أي مذكرة قضائية بتوقيفها أو بمنعها من ممارسة حقوقها المدنية كلبنانية زارت كيان الاحتلال وتعاملت معه، حينئذ يحق لنا السؤال إلى من سيذهب صوت حنان قهوجي في الانتخابات المقبلة إذا ما قررت التصويت؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد.